الدار المرحوم. تنشكروا المكتب المسير ديال فريق بلديه الاتحاد ديال بلديه خميسات برئاسه عبد الكريم اقربال اللي وضعوا الثقه في شخصي لتدريب هذا الفريق لهذه السنه. وحنايا صراحه جايين نديروا واحد الفريق يكون تنافسي نظرا لما كان في السنه الماضيه. ان هذه السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم كنطلعوا باش يكون واحد الفريق يكون في المستوى الرفيع اللي غادي يشرف المدينه ديال الخميسات. بهذه المناسبه درت لادجوان ديالي الغني على كل تعريف سي حدوشي مصطفى اللي داز كا اونسيان جوار وداز كا كلاعب فريق وطني في الفوتسال اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروا اليد في اليد وغادي نكونوا واحد الفريق اللي غادي يكون في المستوى ديال هذه السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم الى جانب نادي بلديه الخميسات لمغازره الفريق لهذا الموسم هذا. كاعلاميين كنشكركم بزاف. اولا بالنسبه للاستعدادات حنا كنشرفوا على اول حصه تدريبيه تحت اشراف السيد المدرب السيد البداوي اللي تعاقدنا معاه هذه السنه هذه والمساعد ديالو سي حدوشي باش يشرفوا على التدريب ديال الفريق نادي بلديه الخميسات اللي كله امل وطموح هذا الموسم هذا باش نرسموا واحد المسار اللي هو تحقيق الصعود الى القسم الوطني الثاني عواد بشرط انه توفر جميع الامكانيات لا الماديه ولا اللوجستيكيه باش نهضوا بالفريق الثاني في مدينه الخميسات اللي كيستحق المكانه ديالو يكون في القسم الوطني الثاني عواد. ولهذا حنا جمعنا لاعبين خليط من اللاعبين القدماء واللاعبين الجدد باش نكونوا فريق قوي ينافس في القسم الممتاز اللي صعد له الفريق هذا الموسم هذا بما هي اربعه الفرق من شطر اللي كنا فيه. صعدنا للتوضيح غادي يلعبوا في ليكسيلونس هذه السنه مباشره القسم اللي كيدي القسم الوطني الثاني هو. ولهذا هذا القسم هذا كيخصو امكانيات ماديه ولوجيستيكيه وكاين كيتشارج اللي تضاف له بزاف ديال الحوايج. مثلا هذا الموسم هذا مفروض علينا باش نديرو الفئات الصغرى من الشبان فتيان ثلاثة ديال الفئات باش نكون عندنا الحق باش نشاركوا في البطولة مع مدربين خصهم يكونوا في المستوى مع الإسعاف مع الحكام أربعة حكام. هذا كيتشارج اللي هو ثقيل شي شوية وكيخصو مصاريف كثيرة. وحنا طموحين جدا باش غادي نوفروا الإمكانيات إن شاء الله. كنتمنوا من جهات المسؤوله تساعدنا وتعازرنا لان مدينه الخميسات محتاجه الفريق الثاني يكون في المستوى ويكون هو الخزان اللي كيكب في الفريق الاول ديال مدينه الخميسات الا هو الاتحاد الزوري الخميسات. ما كرهناش حنا تكون واحد اتفاقيه شراكه باش نتعاونوا جميع لما هو خير في الرياضه بمدينه الخميسات. وكنتمنى والله سبحانه وتعالى يوفقنا في العمل الجيد ديالنا. حنا كمكتب جديد كله طموح وهذا المكتب الجديد فيه النصف تقريبا ديال الاخوان اللي ضحاوا كانت غتدي بالفريق لا قدر الله للاعتذار العام. ولكن تضافرت الجهود الحمد لله وما خيبناش الله سبحانه وتعالى واستطعنا باش نخليو الفريق في اطار المنافسه. والغريب في الصدف ان في اطار المنافسه وصعد للقسم الممتاز يعني حتى لينا المرتبه الرابعه في وسط 15 فريق. وهذا انجاز يحسب لا اللاعبين ولا المدربين اللي كانوا ولا هذه. والحمد لله حنا دابا كما قلت لكم
نتمناو الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نبنيو واحد الفريق قوي، وحنا في نقطه البدايه، وكنتمناو من عند الله سبحانه وتعالى لا المسؤولين في مدينه الخميسات ولا السلطات المحليه يساعدوا هذا الفريق. هذا راه محتاج للجميع، هذا الفريق راه فتح الباب ديالو للجميع ومحتاج للجميع، جميع المكونات، لا من الجمهور ولا من المسؤولين ولا من اللاعبين، راه هذا الفريق محتاج للمسانده ديالكم كاملين، راه كيمثل مدينه الخميسات وكيمثل بلديه الخميسات. وشكرا. هنا فلاشين وتاكتيفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.